عدم المتجه والتعريف هذه اللحظة ذكر الجواب يا كانت اللقطة من جانب الفريق البافاري كوميس الركنية في القائم الثاني دائما خطيرة الفريق الإيطالي الميلان واحد لا شيء هذه تسديدة وكريستيانو هنا ينقذ الموقف سقط ماريا بتسديده كريستيانو بياتي هذه اللقطة يحضر كرة لمونيرو تسديده سقطة رائعة من بياتي جاب اللقطة مرة أخرى هو رافينيا كاد أن يذكرنا بهدف خرافي في مرمى سامتوريا في واحدة من ديربيات هناك في الكالتشيو الإيطالي هذا هو كريستيانو أمامية لماريو غوميز وخطيرة جدا وكريستيانو بياتي ينقذ الموقف يتقمص دور البطل لولاك يا ابيض تكون مطلقه من جانب البايرن ميونخ وهنا رده الفعل الممتازه للاعب ابيض الايسر يذكرنا دائما بليزاغازو الفرنسي المميز يا كريستيان تؤكد بانك الافضل في هذه اللحظه لاحظوا اللقطه الماضيه تسديده قويه نفس سيناريو هجومات البايرن التسديد من خارج منطقه 18 وابياتي من جديد يقول للجميع الكره اللاتينيه والعالميه خيبت ظن الامان هذا هو اريان روبن ابياتي في كلاكيت رقم 7 البايرن يواصل البايرن كريستيان انت الافضل كريستيان ابياتي هذه المره فيليب لام يسدد ويا سلام جونزاليس هنا الاخطاء مشروع الثاني وكريستيان ابياتي فعلا كريستيان حاضر البديهه ردة الفعل لاحظوا هنا الانطلاقة الممتازة حاول التمويه كان ممكن التسديد مباشرة عوض مراوغة المدافع المتأخر وجد امامه